قال بعض المصلين لا يصلون الشفع والوتر مع الإمام في رمضان، وهذا لا يجوز، هذا لا ينبغي. علاش؟ أولا فيه مخالفة الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثانيا قال فيه تضيع لأجر عظيم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انت زعما كاع حريص كتقول دابا الامام بيصلي 11 ركعه، ارا نصلي معاه 8 ونخرج حنا باقي بغيت نصلي واحد 10، انت صليتي كاع 20 اخرى، هل كتب لك قيام ليل؟ فات قيام ليل، هذاك اللي زاد يدك 3 ركعات مع الامام كتب ليه الاجر اكثر منك انت. هنا باش العلم زوين، باش العلم زوين، باقل جهد تحوز اكثر الاجر من غيرك. من قام مع الامام حتى ينصرف، صلي مع الإمام هيتي كمل دوك 11 ركعة وسير عطى الله باش تشغل الأوقات ديالك، ولا كمل دغيا ساعة ساعة ونص من بعد العشاء كملنا، واش بغينا نديرو؟ على ما كاين ما يدار أخويا، كاين قراءة القرآن، كاين تعلم العلم، كاين تسبيح، تهليل، تكبير، ها؟ كاين مذاكرة العلم مع وليداتك، عطى الله ما يدار. لذلك أنا ذكرت لكم آنفا الإنسان يحاول يدير واحد البرنامج متنوع باش ما يلقاش عنده أش الفراغ، عندك الفراغ قاتل، انا مجرد ما يولي عندك الفراغ اش غادي يوقع؟